وأعود مشاهدينا إلى أعمال ملتقى البحرين للحوار، وينضم إلينا من المنامة على الهواء مباشرة مراسل التلفزيون المصري حمادة العربي. حمادة، ضعنا في أجواء الملتقى وأهم الموضوعات المطروحة. بعد التحية، موضوعات كثيرة مطروحة على أجندة الملتقى الدولي الذي يشهد حضور عدد كبير من الفعاليات والوفود على المستوى الدولي. يمكن الملتقى الذي بدأ أول أمس وتستمر فعالياته حتى الغد يناقش عدد كبير من المحاور، أهمها كيفية التعايش السلمي في المجتمعات، سواء مجتمعات إفريقيا والشرق الأوسط أو حتى المجتمعات الأوروبية والمجتمعات الغربية. إضافة إلى ذلك، يناقش كيفية استيعاب أفكار الشباب بمختلف انتماءاتها، إضافة كذلك إلى محاربة الأفكار المتطرفة والأفكار الهدامة، وخلق دور قوي ومحوري للأئمة وعلماء الدين للتوصل إلى اتفاق يعني قد يكون ملزم إلى جميع الأطراف على المستوى الدولي أو على المستوى المحلي للوصول لحالة من السلام والتعايش تقليل النزاعات والحروب والتطرف ومحاربة العنف والفقر والجهل في عدد كبير من المجتمعات، خاصة المجتمعات التي تنتمي إلى دول العالم الثالث. المؤتمر يحظى باهتمام دولي إلى أبعد مستوى، هناك حضور من مختلف دول العالم سواء الدول الغربية أو الدول الشرقية، حضور قداسة البابا فرانسيس وحضور فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف ورئيس مجلس حكماء المسلمين لفعاليات هذا الملتقى، يعطي ثقلا دوليا في مختلف الاتجاهات التي يناقشها هذا المؤتمر، إضافة إلى تقريب وجهات النظر ما بين الأفكار وما بين أتباع الديانات المختلفة على مستوى العالم، وخلق حالة من الحوار الجدي الذي قد يصل إلى مستهدفات يتم تنفيذها على أرض الواقع بصورة مهمة وبصورة ملهمة للأجيال القادمة، حتى يتم التوصل إلى حالة من التعايش السلمي في مختلف المناطق ومختلف البلدان على مستوى العالم. حضور قداسة البابا فرانسيس إلى جانب فضيلة الإمام الدكتور أحمد الطيب يعطي انطباعات ويعطي رسائل عديدة على المستوى الدولي، خاصة مع الاهتمام الكبير الذي يوليه الأزهر الشريف باتباع الوساطية وبحالة التقارب مع مختلف الدول، بالإضافة كذلك إلى النقاش المفتوح والدائر على مستوى الأعوام السابقة ما بين قداسة البابا فرانسيس وفضيلة الإمام الأكبر، وهذه الروح التي تتجسد في عدد كبير من اللقاءات لروح المحبة والتعاون والوصول لحالة من السلام العالمي لكل المجتمعات على مستوى العالم. يمكن هناك ترحيب كبير وقوي لاحظناه في دولة البحرين بفضيلة الإمام الأكبر واستقبال ملك البحرين لفضيلة الإمام، بالإضافة إلى عدد كبير من اللقاءات التي بدأت منذ وصول فضيلة الإمام وتستمر حتى هذه اللحظات، وتجسد مدى الترحيب والمودة التي يكنها شعب البحرين حكومة وشعبا لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، بالإضافة كذلك إلى زيارات لوفود دولية تشارك في هذا الملتقى، منطقة الشرق والغرب في حالة الحوار، وترحب بوجود فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب. يمكن أتحدث إليكم من قصر الصخير، وهو مكان إقامة فضيلة الإمام الأكبر كما ذكرنا، تتوالى الوفود وتتوالى الزيارات، وفي الغد سوف يكون هناك حضور قوي ومهم للغاية لقداسة البابا فرانسيس وفضيلة الإمام لختام فعاليات منطقة الشرق والغرب، وعدد كبير من التوصيات التي نتوقع أن تسهم بشكل كبير وبشكل جذري في الوصول إلى حالة من السلام وحالة من التعايش بين مختلف الطوائف على مستوى دول العالم. نعم، أشكرك جزيلا حمادة العربي مراسل التلفزيون المصري، كنت معنا من المنامة.